الله معكم إخوتي الأحبة بيوم التنين من أسبوع الألام. كلمة رجاء لقلنا من إنجيل اليوم: كل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه. كلمة رجاء بتفرجيني شو قادر أعمل أنا الإنسان الضعيف إذا بآمن حقيقة بالرب يسوع. كلمة رجاء تدعيني جدد إيماني بالرب يسوع ويكون عندي ثقة إنه كل شيء صغير قدام عظمة الله وقدرته. كلمة رجاء لقلنا ببداية الأسبوع المبارك وبمسيرتنا على طريق الجلجلة نحو الصلب: ما تعتل هم شيء ما دامك حاطط ثقتك بالرب يسوع يلي غلب الموت لحتى يعطيك الحياة. وصوم مبارك.